لا يختلف أحد على أهمية ودور المراكز البحثية في الإسهام بالنهوض بالدول من خلال الدراسات والأبحاث التي تعد وفقاً لدراسات عميقة وتحليلات أكاديمية من باحثين متخصصين، والتي يمكن من خلالها أن تكون أداة مهمة في بناء الوعي والاعتماد عليها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف المجالات سواء السياسية أو غيرها. شهدت مراكز الأبحاث في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً نظراً لما تساهم فيه من إنتاج للمعرفة الخادمة للفرد والمجتمع والدولة، وقد أصبحت هذه المؤسسات العلمية من أبرز الفاعلين في رسم التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك أحد المساهمين في بلورة رؤى ومقترحات علمية لإيجاد حلول ناجحة للمشاكل المجتمعية. وقد أصبح لهذه المراكز دور جاد وفعال في توجيه السياسات العالمية وأداة لإنجاح مجموعة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية. تعتبر هذه المراكز البحثية منظمات غير ربحية تسعى إلى القيام بأبحاث ودراسات في مجالات مختلفة من أجل تعميم وتعزيز ثقافة المجتمع من خلال العلم والمعرفة، وكذلك من أجل المساهمة في بلورة ورسم السياسات العامة للدولة، وكذلك تقديم رؤى مستقبلية تهم الفرد وصانع القرار، وذلك من خلال الأنشطة العلمية التي تقوم بها كالمؤتمرات والملتقيات العلمية التي تعقدها، وأيضا من خلال الأبحاث والإصدارات الفكرية كالكتب والأوراق البحثية. فقد لعبت مراكز الأبحاث الغربية دوراً كبيراً في صناعة القرار، وكذلك بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وخارجية للعديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم أكبر عدد لمراكز الأبحاث بعدد يقدر بحوالي 1815 مركزاً للأبحاث. وعرف أيضاً العالم العربي في السنوات الأخيرة ظهور العديد من المراكز البحثية التي تهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والأوضاع السياسية والاقتصادية للبلدان العربية، وأيضاً بدراسة الإرث الفكري والفلسفي لهذه المنطقة بالمسألة والنقد. ولكن بمجرد إلقاء نظرة موضوعية حول وضعية المراكز البحثية حديثة النشأة في العالم العربي، يتضح أنها تواجه العديد من الإشكاليات والتحديات التي تتجلى في ضعف تفاعلها مع السياق السياسي والاجتماعي، وكذلك في ضعف تأثيرها على مراكز صنع القرار، وأيضاً لافتقارها لمجموعة من الآليات العلمية والمعرفية ولمصادر التمويل. فكل هذه الإشكاليات كفيلة بأن تكون عائقاً بين هذه المراكز البحثية وبين أهدافها. وفي النهاية، هل أنشئت مراكز الأبحاث بالدول العربية لاستنساخ تجارب غربية فقط، أم لكسب المال وجني الأرباح، أم للقيام بعمل بحثي يساهم في تقدم وتنمية وازدهار هذه البلدان؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.